الحقيقة النهاردة قائمة منتخبنا الوطني، طبعا هي قائمة أولية الحقيقة. أحمد المحمدي أستون فيلا الإنجليزي، وليد سليمان الأهلي، عبد الله السعيد بيراميدز، أحمد علي كامل المقاولين العرب، محمد النني أرسنال الإنجليزي، صلاح ليفربول، أحمد حجازي وست بروميتش، عمر جابر بيراميدز، أحمد الشناوي بيراميدز، مروان محسن الأهلي، محمد أبو جبل سموحة، طارق حامد الزمالك، وأحمد حسن كوكا أولمبياكوس اليوناني، وعلي غزال فرنسا البرتغالي، ومحمود تريزيجيه قاسم باشا التركي، وعمرو ورده اتروميتوس اليوناني، ايمن اشرف والشناوي من الاهلي، ومحمود حمدي الونش من الزمالك، وباهر المحمدي من الاسماعيلي، احمد ايمن منصور من بيراميدز، نبيل عماد دونجا بيراميدز، محمود عبد الرحيم جنش الزمالك، ومحمود علاء الزمالك، واحمد ابو الفتوح سموحه. هناك اسماء جيده جدا الحقيقه، لما تيجي تبص على الاسماء اللي موجوده للمنتخب الوطني هتلاقي اسماء جيده جدا، ولكن هي قائمه غريبه جدا. يعني وانا هنا مش هتكلم عن لاعب في النادي الاهلي، انا هتكلم طبعا على لعيبه النادي الاهلي اللي من وجهه نظرنا يستحقوا الانضمام للمنتخب، ولكن واحد زي عبد الله جمعه كيف يمكن او كيف لا يمكن ان احنا او الجهاز الفني للمنتخب ما ياخدش واحد زي عبد الله جمعه الباك ليفت بتاع نادي الزمالك، بيؤدي موسم رائع الحقيقه سواء دفاعا او هجوما، بيؤدي بشكل جيد في الناحيه الدفاعيه، دلوقتي تحسن كتير جدا في الناحيه الدفاعيه، ونفس الكلام في الناحيه الهجوميه على الرغم من ان هو مش مركزه الاساسي، ولكن عبد الله جمعه كان يستحق ان يكون متواجدا في المنتخب اكتر من اسماء كتيره موجوده الحقيقه من وجهه نظري ومن وجهه نظر ناس كتيره جدا. عبد الله جمعه كان يستحق ان يتواجد. المباراه الاخيره مثلا لنادي الزمالك امام نهضه بركان عمل مباراه جيده جدا، قبلها في المباريات السابقه سواء في الدوري او في البطوله الكونفدراليه الافريقيه مع نادي الزمالك بيؤدي بشكل جيد جدا، ازاي ما يبقاش لعيب زي ده في المنتخب؟ حاجه غريبه. اسمين برضو من النادي الاهلي، عمرو السوليه بكل ما يقدمه مع النادي الاهلي سواء بقى في الناحيه الهجوميه او الناحيه الدفاعيه، سواء بوجوده ان هو بيحرز اهداف او ان هو بيعمل ثرو باسز كتيره في المكان اللي بيلعب فيه، ازاي عمرو السوليه ما يبقاش موجود؟ واحد زي عمرو السوليه ده قيمه كبيره جدا جدا في النادي الاهلي، والمفروض ان هو يبقى موجود في المنتخب الوطني. واحد زي محمد هاني، هتقول لي اصل ما بيلعبش بقاله ماتشين ثلاثه لسه راجع من اصابه وما بيلعبش، طب هو النني بيلعب؟ هو النني احمد ابو الفتوح بيلعب الباك ليفت بتاع نادي سموحه، على الرغم من ان انا مقتنع بيه كباك ليفت بس لسه قدامه وقت طويل لغايه لما يبقى واحد من الباكات ليفت الكويسين جدا، لكن انا مقتنع بيه الحقيقه احمد ابو الفتوح. ولكن تخيلوا ان احمد ابو الفتوح ده لعب 6-7 مباريات مع سموحه بدايه من الدور الثاني، يعني اللي يقول لي ده ما بيلعبش، طيب ما هو محمد هاني ده واحد من افضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي خلال الفترات الاخيره، ومع المنتخب كان دائما موجود في الاختيارات. العلامة الاستفهام بالنسبة لي رمضان صبحي. يعني أنا بالنسبة لي عبد الله جمعة ورمضان صبحي الاتنين دول بيمثلوا بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة جدا جدا. رمضان صبحي بالمستوى اللي بيقدمه مع النادي الأهلي واللي بيقدمه في كل المباريات وبيلعب تقريبا ال 90 دقيقة كاملة وبشكل جيد ولياقة بدنية عالية وقوة جسمانية عالية، ومحتاج بس حاجة بسيطة سهلة جدا إن هي تتعمل في وجوده مع المنتخب. تخيلوا حضراتكم معروف مين اللي هيلعب، محمد صلاح وتريزيجيه وممكن وعبد الله السعيد ممكن يلعب ما بينهم. تخيلوا بقى لو كمان رمضان قاعد احتياطي لتريزيجيه ولمحمد صلاح، تخيلوا لو رمضان بدأ مثلا وتريزيجيه لعب في الوسط، تخيلوا لو وليد لعب في الوسط ورمضان بدأ، أسماء كتيرة جدا جدا، وكان من الممكن أن يكون هناك اختيارات أفضل من كده. أنا متخيل أن هو لما جه اختار ال 11 لعيب اللي هيلعبوا بشكل أساسي، لكن لما تيجي تبص في الاحتياطي عندك لعيبه تقدر تغير المباراه، ولكن كان من الممكن جدا ان انت يكون عندك لعيبه اكتر من كده بكتير. زي ما قلت لكم بالنسبه لي وجهه نظري رمضان صبحي وعبد الله جمعه الاثنين دول بالنسبه لي بيمثلوا علامه استفهام كبيره جدا، لان ده بيؤدي بشكل كويس جدا مع نادي الزمالك وده بيؤدي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي. حاجات غريبه جدا بنسمعها وحاجات غريبه جدا بنشوفها. هل من الممكن ان احنا نشوف تغيرات في القائمة دي خلال الفترة اللي جاية؟ أعتقد صعب جدا يعني، ولكن بالتألق اللي بيعمله عبد الله جمعة، بالتألق اللي بيعمله رمضان صبحي، محمد عواد بالنسبة لي برضو حارس مرمى نادي الوحدة والمعار من النادي الإسماعيلي، واحد من أفضل حراس المرمى اللي موجودين خلال الفترة الأخيرة، إزاي ما يبقاش موجود؟ أبو جبل رائع والشناوي محمد الشناوي رائع وأحمد الشناوي رائع وجنش رائع، لكن أيضا محمد عواد واحد من أفضل الحراس اللي موجودين.
خلينا نتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، ازاي عدم وجود عواد، عدم وجود السوليه، عدم وجود رمضان صبحي، عدم وجود عبد الله جمعه، اسماء كان من الممكن ان يتم الاستفاده منها اكتر كتير من وجهه نظرنا. طبعا محدش عارف هو مستر خفير اجيري هو بيختار على اساس ايه، اكيد عنده ضوابط معينه بيختار على اساسها، ولكن الضوابط دي غير منطقيه، انا من وجهه نظري غير منطقيه، لان انت بتلاقي لعيب ما لعبش خالص مع فريقه وموجود في المنتخب، وبتلاقي لعيب تاني يقول لك اصل هو عشان ما لعبش، طب منين ده ما لعبش وده ما بيلعبش وده موجود وده مش موجود؟ ادي واحده لرمضان صبحي، ده اعتقد في مباراه بيراميدز، وبالتالي اسماء كثيره جدا عليه علامات استفهام، محمد عواد، عبد الله جمعه، رمضان صبحي، عمرو السوليه، محمد هاني، اسماء الخمسه دول على الاقل لو كانوا موجودين كانت هتبقى الامور معرفش كانت هتبقى افضل من كده، كانت هتبقى افضل من كده. في اسماء الحقيقه مع احترامي الشديد ليهم جدا جدا جدا، ولكن يعني الاسماء دي عبد الله جمعه ورمضان وعواد والسوليه وهاني افضل من اللي موجودين دول بكتير بكتير. عموما هي اختيارات للمدير الفني مستر خفير اجيري، لازم نقول راينا، قلنا راينا هنقفل الراي ده وهنقفل كل حاجه، وهنتكلم بقى في المسانده خلال الفتره اللي جايه لمنتخبنا الوطني، لان هي الفتره الاهم، عندنا بطوله كاس الامم الافريقيه خلال الفتره القادمه، بطوله مهمه جدا جدا بتقام على الاراضي المصريه وعلى الملاعب المصريه، وبالتالي الكل ينتظر ان يفوز منتخبنا الوطني بهذه البطوله في ظل الاسماء اللي موجوده، كلها اسماء جيده، كلها اسماء محترمه خارج الملعب وداخل الملعب، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق خلال الفتره القادمه. ولو ينفع ان احنا نعيد التفكير مرة أخرى في بعض الأسماء، أتمنى أن يكون الجهاز الفني من الممكن أن يعيد التفكير مرة أخرى في بعض الأسماء اللي من الخارج، اللي هم واحد زي رمضان، واحد زي عبد الله جمعة، واحد زي عواد،